طبعا زي ما انتوا شايفين كده الصين عليها اختراعات جامدة جدا، وهنا اخترعوا شيء بيخفي البني آدم او بيخفي اي شيء وراه، كأنك بالظبط حاطط كرومة خضراء، وده شيء مستحيل، شيء مستحيل على العقل، بس الصين عملته. الصين فعلا بلد متقدمة لدرجة محدش يتخيلها. بص كده الراجل دخل ورا ولا كأنه موجود، ومفيش حيطة ولا في جدار ولا في أي حاجة خالص. وهنا ده بص كده برضو هيعمل إيه، هيفتح برضو الأغنية وكأنه لم شيء يكن، مفيش حاجة موجودة. بص كده كأنها كرومة خضراء، بس دي مش كرومة خضراء على فكرة، ده اختراع صيني بجد بجد يعني جامد. بص كده لو كرومة خضراء هيبقى فيها أي تعديل، بس ده ولا كرومة ولا كمبيوتر، إنما الصين دي بصراحة إبداع والله. أنا نفسي أروح أعيش هناك، وزي ما أنتوا شايفين الاختراع جامد. قول لي رأيك كيف الاختراع وقيمه من 10 في التعليقات، ومستنيك وهرد عليك. لايك وشير عشان تشوفني كتير، وسلام.